بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، أنا قلت في الماضي أني عهدت نفسي أن لا أنزل عن 12,000 استغفار يومي، والعينين والنظر إلى 30,000 وفوق 30,000. نعم، 12,000 كما كان يفعل سيدنا أبو هريرة. بينا السبب والحمد لله رب العالمين. في هناك أسئلة تتردد عن هجوم الشياطين والوسواس بعد قراءة سورة البقرة 4 مرات والهجومات الشياطين، أو كل هذه الأحلام المزعجة وكل التغيرات التي تحدث في البيت من إزعاج، من مشاكل، من طفح جلدي، من وسوسة. نعم، وكان الله غير راضي عني، وكثرة العبادات، وكل شيء إن شاء الله بدنا نتكلم عن هذا ونرد على سؤال. نقرأ السؤال إن شاء الله ومنرد عليه، لكن في ملاحظات بالنسبة لجروبات بلغوا عني ولو آية وما يدور في الجروبات. نعم، من نقرأ هذا السؤال. السلام عليكم أخي محمد. الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر بفضل الله التزمت بالاستغفار، والحمد لله قطفت بعد الثمار، والحمد لله رب العالمين، وبدأت بفضل الله سورة البقرة 4 مرات منذ شهر، وأنا مستمرة بتوفيق من الله تعالى، لكن والله كثرت المشاكل مع الزوج والأولاد والأمراض وتعسير كل شيء، ونفور كثير جدا بيننا في البيت، وأفكار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي هذا اليوم جاتني شكوك وأفكار سيئة بأن الله لا يحبني وليس راض عني، وبأن هذه العبادة كثيرة ومتعبة للنفس، وبأن الله لم يخلقنا ليعذبنا، وأن هذه الأمور كثيرة ووسواس كثير. المهم، أرجوك أخي محمد دلني ماذا أفعل، هل أنا في الطريق الصحيح أم إنني لم أشمر حق التشمير؟ ما العلم إنني اليوم أصابني فتور ولم أستطيع قراءتها إلا مرة واحدة فقط. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا عزيز يا قدير يا الله يا الله يا الله، يجازيك عنا خير الجزاء. طبعا أنا إن شاء الله سأجيب، لكن معانا هنا كلام مهم جدا. سلام أخي محمد حجازي، بتمنى إنك تنشر رسالتي لعل الناس تستفيد من المخدرات إلى الفتوحات في العبادة. الله فتح علي بالاستغفار 30,000 وبسورة البقرة 4 مرات، والله الذي نفسي بيده إني أصبحت قريب من الله وذقت لذة القرب، وأتتني 4 مبشرات في المنام والفرج قريب مني. عندي يقين ما عاد مطول. أتمنى، طيب هنا كان مرسل رسالة، علما إن سورة البقرة 4 مرات تشلحك كل السقطات من الغيبة، النميمة، قذف المحصنات، سب، لعن، شتم إلى آخره. والحمد لله إني عرفت الله، الحمد لله إني عرفت الله. طبعا هنا ببعث لي هذا الأخ نفسه، صباح الخير أبو أحمد، أنا بدأت نزول مطر الاستغفار. طبعا هذا الفيديو أنا شغلته، كان في عندي مطر في الجزائر، والفيديو جديد. نعم، الفيديو لحظة 24 آب، الصورة هذيك كانت قديمة. معلش، هاي الرسالة الأخيرة من المخدرات إلى الفتوحات والعبادة فتح الله علي، الحمد لله رب العالمين. نعم، صراحة أنا كنت أتكلم في موضوع لا أدري إذا بصل إله، موضوع مهم هو علوم الطاقة وعلاقته في سورة البقرة، في معنى قصة جميلة تبين كيف إن يعني علوم الطاقة ما زبطت مع من يقرأ سورة البقرة، ما زبطتش معه. بس خلينا نتكلم عن
موضوع جديد أشغلنا بهذول اليومين هو موضوع جروبات بلغوا عني ولو آية على الواتس أب للنساء. نعم هناك في بلبلة جديدة على القناة على الجروبات. هناك أخوات أثرنا أن يعني يفتحوا مجموعات جديدة دون استشارة دون وجه حق. بلغوا عني ولو آية، أخذوا الاسم وذهبوا أو غيروا الاسم وأخذوا أخذوا بعض المتابعات. على كل حال أنا لا أملك النفوس، لكني أنا مسؤول أني كل الذي أبينه على القناة أنا مسؤول عنه. أنا مسؤول عن الجروبات تبعتي، الجروبات التي ستكون في صندوق الوصف فقط. وإحنا إن شاء الله أنا اليوم الآن قبل قليل أنشأت جروبين اثنين على الواتساب للنساء فقط، وسنطلب من كل النساء أن يجتمعوا في هذه الجروبات. في جروبات موجودة للنساء تحت إشراف أختنا أم رفيدة، فأم رفيدة هي المشرفة العامة لكل جروبات النساء. أم رفيدة هي المشرفة العامة لكل جروبات على الواتساب للنساء فقط. هاي معلومة عشان الجميع يعرفها. فمشكورة جزاها الله خير، في معها مشرفات مشكورات يعني مبدعات ما شاء الله، أبدعوا في عملهن وإخلاصهن. نعم لكن في هناك من عمل نوع من التمرد، نعم عملوا نوع من التمرد واستعجلوا في أخذ مجموعات وفتح مجموعات. الموضوع يا جماعة ليس الفتح المجموعات، الموضوع أن بلغوا عني ولو آية. الله جل في علا أذن لي أن أعيش حياة طويلة، نعم بكل ما أنت تمر فيه حتى يعني يعدني لهذه المهمة. وأنا لا شيء والله، والله لا شيء، لكن الفضل كله لله. ما أن يسأل سؤال وإذا في عندي إجابته، ليس لأني أنا أتجرأ على الله وأجيب، لأني عشت هذا الأمر، فعشت هذا الأمر. أمر كل أمر أجيب عنه أنا عشته واحد تلو الآخر، والله جل في علاه يؤيدني بهذا الأمر من باب القصص التي تأتي من المتابعين. فهناك عشرات ألاف القصص. موضوعنا مش نفتح جروبات، موضوعنا أن نعيش آية، موضوعنا أن نكون كالجسد الواحد، موضوعنا أن لا نخرج عن إطار بلغوا عني ولو آية. نعم تحت إشراف أخوكم محمد حجازي وذلك للمصداقية. نعم الموضوع مش إنك أنت تروح تفتح مجموعة طب أأتي بالناس التي عشان نشرف عليها، عشان نشوف في مشرفين عاشوا الاستغفار، لا ربما لم يعيشوا سورة البقرة وعاشوا سورة البقرة وهم جديدي عهد معها وهكذا، فهم ما في عندي العلم الكافي في هذا الموضوع. يعني ما فتح الله عليهم بعد، فتح الله عليهم في قصة جميلة مثلا عاشوا استغفار، نعم لربما أمطرهم لربما رزقهم، لكن الأمور مستمرة. نعم أنا 6 أشهر لزمت الاستغفار في 2015 ولكن انتكست وتركت كل شيء وراء ظهري إلى سنة 2022. فماذا عساك أن تفعل أنت عندما تأخذ مجموعة وتخرج ويصبح عندهم انتكاسات؟ ماذا ستقول لهم؟ ماذا عندك أن تفعل؟ بماذا تعلمهم؟ بماذا تحطهم؟ جماعة إحنا نعيش آية، نحن لا نعيش أوراد. ليس لي علاقة في الأوراد، ليس لي علاقة في الأوراد، علما إني لو كنت بتجمع مشاهدات وأنا عشت الصلاة الإبراهيمية وأنا أعرف إن يعني الأمة تعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن منا لا يحب رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم التسليم. لكن الرسول عليه السلام هو الذي أمرنا وقال علنا بلغ عني ولو آية. فالأمة الآن غرقانة بالذنوب، ولكن أوهموها أنها غرقانة في الابتلاء. يعني الله مسلط علينا شيء سيرفعه الله قريبا، نعم هكذا هذا الابتلاء الذي لبسونا إياه كذبا وزورا. نحن لسنا تحت البلاء، البلاء للإعداد وللرفعة ولرفع الدرجات. نعم عشان هيك الأنبياء أشد بلاء ثم الذين يلو ويلو، لكن نحن ما تركنا حرام إلا اقترفنا من ربا،
من إباحيات، من غناء وطرب وتكشف وعري وقطيعة أرحام وسب وشتم وقدح وغش وكل حقوق، وما تركنا شيء، والحلال أصبح عنا ما تطوله أيدينا، والحرام ما لا تطوله أيدينا. فإن طالته أيدينا، يعني إذا طالت يدي إلى الربا بقول لك لا هذا ضرورة فأنا بأخذه وأتجرع على الله، فنحن تحت العقاب. فالأولى بنا إحنا عشان إحنا مدعوس على هذه الرقبة من الأمم الأخرى. نعم هذه الرقبة تداس وتدنس، هذه الرقاب ومساجدنا تدنس وكل حياتنا مدنسة. نعم نحن أذنا لهم بأن تخلينا عن الله فتخلى الله عنا. نعم إحنا تخلينا عن أوامر الله فتخلى الله عنا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإحنا ضعنا. فالأولى إني أنا أعيش الاستغفار، أطلب المغفرة يا جماعة. نعم أطلب المغفرة. الصلاة على رسول الله تخصني أنا، أنا الشخص الواحد. نعم أنا الشخص الواحد، إذا تكفى همك ويغفر دمك. لكن الاستغفار ويزدكم قوة إلى قوتكم. في الاستغفار يقول جل في علاه: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ما معنى المدد في المال والبنين للفرد؟ نعم مال وبنين. وللمجتمع: قد أمد بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، في سورة الإسراء. الله أمد بني إسرائيل في كل هذه القوة التي تراها الآن، العلو الثاني، العلو الكبير لهم بمدد من الله، وانت في المقابل قال لك الزم الاستغفار امدك في هذا المدد. فعندها تنفع الكثرة. اذا احنا استوينا، يعني الله امدنا بالمدد، لكننا نحن نتفلت، ابتعدنا كثير عن منهج الله. تفننا في كتابة وتأليف الكتب في معاني احاديث رسول الله، لكن من عاش الحديث حتى يطبقه ما فيش. يعني أنا عشان أبين أو أجلس مع شيخ كبير، لربما بدي أنا يكون عندي 10 دكتورات، ولربما أنا لازم التلفزي يعني جزيري مثلا أو العربي، يعني سووا معي مقابلات عشان يقولوا هذا اسمنا نجلس معه. لا يقبلوا، خلاص أغلقوا على أنفسهم هذا العلم الذي تعلموا. أوامر الله، طب كيف نعرف الله؟ طيب يا شيخ ليه لا يستجيب الله؟ لأنك أنت لك تروح على أوراد، علموك أوراد، علموك سورة البقرة، يعني لو تقرأ لك صفحة في اليوم جميل، هكذا علموك. كل هذا زرع زرع زرع. فالأمة والمذاهب كله بفكر على حق، كله بفكر على حق، سني شيعي بفكر كلياته على حق، كل الناس بفكر على حق، ولكن الله ما استثنى واحد. في حديث رسول الله الذي قال: يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيراني في لسانها، قال: لا خير فيها في النار. يا 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 عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا، ما أنت مشرك يا أيها السني، بدك تسمع كيف مشرك؟ ما احنا نشرك في الليل والنهار. لو جئتني بقراب الأرض خطايا، أنا سني طبعا بس بدي أبين لك، يعني لو جئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. طب أنت وين بتروح في هذا الحديث الذي قال فيه المولى عز وجل، أو حديث قدسي، عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. واعلم أن الأمة أو الدنيا أو أمريكا وروسيا والصين وكلهن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء بالأزل قد كتبه الله لك، يعني من قبل ما يخلقك كتب أنه سينفعوك بشيء. ولو اجتمعوا هذول كلهم على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. شو معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام شو معنى؟
هذا الكلام اللي أنت بتشرك بالليل والنهار، إنك تنسب القوى وكل الذي يدور على وجه الأرض إلهن، هم المتحكمين، ومستعد تبيع دينك، ومش عارف ليش أنت في ذيل الأمم، لأنك أنت تشرك بالله بالليل والنهار، وتقول لو إنه يغير رئيس دولي من هذول الدول بيجي أرحم علينا، أو لربما الرئيس الفلاني هذا لئيم في أفضل منه، وهكذا أنت بتضلك تنسب الأمور لغير الله. أنت تنسب حتى الشراء والبيع، تنسبه إنك أنت بدك قرائبك يشتروا من عندك على أساس يزيد البيع عندك، وهذا كله كلام، هذا كله شرك بالله. عندما أنا أساعدك بشيء، أعطيك مثلا فلوس وتفتح مشروع، ثم تبدأ تقول أبو أحمد والله لو ما أبو أحمد ولولا أبو أحمد والله كان بقينا في الفقر، هذا شرك بالله. عندما تقول أنا الذي ذهبت وتعلمت في الجامعات وجئت بالشهادات وسهرت الليل وكنت أعمل يعني أوفر تايم، يعني ساعات إضافية عشان أجمع الفلوس، أنت تشرك بالله، أنت تشرك بالله بالليل والنهار، عشان هيك ما في ثمار، فيش ثمار لأعمالك. عندما تقول أنا وتظن أنك خير من الناس، فأنت تشرك بالله. نعم، إنما أتيته على علم، أنا اللي تعلمت، أنا اللي سهرت. نعم، هذا هي قال قارون فخسف الله به الأرض، وقال إبليس أنا خير منه فطرده من رحمته، وأنت لازلت تردد هذا الكلام وتظن إنك لا تشرك. فأنت تشرك يا أخي، ما تظن إن الشرك فقط إنك أنت، والله كلمة أن تنسب فضل الله عليك في عبادة أو إنك فاتح جروب أو فاتح قناة أو كذا لنفسك، كل سيذهب هباء منثورا. راقب نفسك، لا يأخذك العزة بالإثم. فإحنا بالفضل الله فتحنا جروبات بلغوا عني ولو آية. لماذا؟ لأنه في عنا بالتعليقات بتكثر الأسئلة. في الماضي البعيد أول ما فتحت القناة، كانت القناة يعني كم من 1000 متابع، فكنت أقرأ التعليق واللي بيسأل سؤال أجاوبه، أجاوب أجاوب، والله كانت تيجي قصص المستغفرين الأوائل مباشرة تأتي، لأني كنت متابعهم. الحمد لله رب العالمين، اليوم عندنا كثير قصص، لكن بالبداية يعني كانت القصص ما شاء الله تبارك الله، ولكن وكان الله بدعمنا، يعني أيدنا بهذا الموضوع، ففتح الله علينا، فتح الله علينا بعطائه. يعني الناس الذين لزموا الاستغفار أمطرهم الله، أعطاهم الله، فتح الله عليهم، فكان في متابعة، عشان هيك فتحنا الجروبات للمتابعة. في ناس كل درس بقول إلزم الاستغفار، اترك سورة البقرة يا أخي، اقطف ثمار الاستغفار يا أخي، مش أنت تعبان في الدنيا يا أخي، مش أنت بتبحث عن الدنيا، مش أنت عطلك إشي الله، مش الله عطلك إشي بحياتك عشان هيك جيت تبحث عن 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 خلاصك؟ طب الله بيعطيك هذا العطاء بالاستغفار. طب لما أنا بتصلني رسالة كهذه التي قرأناها قبل قليل، وكأني هل الله لا يعذبني، ولماذا كل هذه العبادات 4 مرات سورة البقرة وثلاثين ألف؟ أنا قلت هذا الكلام، أنا قلت تأخذ 4 مرات سورة، أنت أخذته، أنت حر. أنا قلت عيش مع الاستغفار، بدك مصاري، بدك أرزاق، بدك علم، بدك فهم، بدك قوة، بدك تمكين، بدك تنصر، بدك كل شيء استغفار. لكنك أنت ما بتسمعش النصيحة، والله وكأن الله يعاقبك على هذا الأمر إنك لا تسمع النصيحة وتأخذ سورة البقرة. يا أخي أنا بيني وبين سورة البقرة كان اسمع قديش كان في مدة، من شهر 6/2015 إلى 2015 كان الاستغفار، تركت الاستغفار تقريبا شهر 7/2000 يعني بعد العيد مباشرة في 2015، يمكن شهر كام، أول شهر 7 أظن 2015، تركته 2016 و2017 و2018 و2019، 4 سنين في شهر 9، يعني 4 سنين و3 أشهر كان بين الاستغفار وسورة البقرة.
انت بدك تاخذهن بيوم، بدك تاخذهن باسبوع، ليش؟ عشان تقول لي هجموا علي، بطلت اقدر الا استطيع. طب من عارف انك لا تستطيع؟ من عارف انك انت اسا انسان اندفاعي؟ انا عارفك انك انت اندفاعي، هو بدك تساوي 60,000 وبدك تسويها مرة واحدة وما تعودها ما تعيدهاش، لانه الله جل في علاه ما بده ناس اندفاعية، بدها ناس مؤمنة، بدها ناس امنت. نعم، اذا شرح الله صدرك انك تؤمن ان الاستغفار فيه رحمة الله، فيه عطاء الله، فيه الارزاق، فيه التمكين، فيه العز، فيه كل شيء. نعم، سورة البقرة هي بعدين هي الضامن انك تبقى على دين. انت اليوم منشغل بالاستغفار، استغفار استغفار، الله بيعطيك مطر، الله بيعطيك شوي فتحات من هون شوي شوي. طب اقبل انك تعيش آية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية. طب انا عشتها بال 2015 لحالة هذه الآية. انت بدك تاخذ الاستغفار، سورة البقرة، والصلاة على رسول الله، والحوقلة، ولماذا لها ذاك، وانصيام اثنين وخميس، وبأمل الأمة بتصوم وبتحفظ كتاب الله وتعمل كل الأعمال هاي اللي بتحكي عنها، وإحنا في دليل الأمم. الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التوحيد 13 سنة، ما كانش في صيام، ما كانش في صلاة، ما كانش في شيء. كانت العبادة فردية، كل واحد يعبد كيف بده، يعني الرسول عليه السلام كان يصلي بين يدي الله وهكذا، ما كانت مفروضة بعدها بالسنة 13، بعد 13 فرضت بالإسراء والمعراج، فرضت الصلاة. يعني حتى المولى عز وجل قال يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية أنا تبينت منها إن نزلت في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد 15 سنة من البعثة. أنت بتستعجل، شو بدك؟ مش فاهم أنا، والله ماني فاهم عليك شو بدك. وبعدين بتصير تصرخ وتبكي، جزء من هذا الهجوم هو عقاب عليك من الله. نعم، لأنك ما فهمت ما سمعت، بدك تأخذ، ليه تأخذ يا أخي؟ يعني هو اللي بده ياخذ رخصة سواقة أو اللي بده يتعلم أي لغة بيبدأ بالأحرف، ما بيبدأ بالجمل. سورة البقرة إنك ترددها وتعيشها آية لا تشبه إنك تحفظها يا أخي، لا تشبه إنك تحفظ كتاب الله. ولو كنت حافظ لكتاب الله لا تشبه حفظك وترديدك لحفظ لكتاب الله، لا تشبه ولا شيء. تقبلش النصيحة أنت، بس بتعرف تبكي بعدين وبتعرف تنتكس بعدين. نعم، الاستغفار الصحيح مع الإكثار مع القرب وترك الذنوب هذا المطلوب. تترك ذنوبك، بيجيك واحد منظر لا يخاف الله ولا يستحي من الله، والله الذي لا إله إلا هو، هناك من هم أصحاب منابر لا يستحوا من الله، لا يعرف شيء لا عن سورة البقرة ولا عن الاستغفار، ما عاشوا، ما قطفوا ثماره. نعم، لربما بيجيب لك 10 أحاديث أو 20 حديث، وهذا صحيح وهذا رواه فلان وفيه ضعف وهكذا. أما يا أخي مسكت مسبحة وبدأت تستغفر؟ لا. سمعت قصة أبو هريرة ب12,000 استغفار؟ لا. قد طبقتها؟ لا. الإمام ابن تيمية كان إذا أشكلت عليه مسألة يستغفر 1,000 مرة، هل لزمت مرة هيك استغفار 1,000 مرة حتى يفتح الله علي؟ لا. طب ليش؟ ليش مساوي كل شيء؟ لا لا لا، ليه؟ وانت ماخذ الدنيا، الدين كله بدك تاخذه مرة واحدة. في ناس تتفاوت يا جماعة، فنحن يا جماعة نتفاوت في الوقت، نتفاوت في الجيل، نتفاوت في ناس هناك ربات بيوت بدهن ياخذوا كل هاي، تبحث يا فلوس صح، تبحث استغفري، اترك ذنوبك. نعم، انت كمان بدك تنجح استغفر، انت عليك سحر، عليك ذنوب صلها 20 سنة مش قابل تتركها، الله مسلط عليك هذا السحر. ثم انت بتعرفش الله. فعلينا يا اخوتي الكرام ان نلزم الاستغفار اولا. ايش اقول للذي معاه شهر ونص سورة البقرة 4 مرات؟ ايش اقول له؟
لا يمكن، ممنوع تترك الاستغفار أخي الكريم. أنا أخذت على نفسي، أنا بالأول كنت أتهاون شوي لأنه أنشغل في القناة، أنشغل في القناة، فلربما كنت أساوي مرات، طبعا كنت أنا مستمر على 10,000 أقل شيء، لكن نزلت مرات ل6,000 ل8,000 ل7,000 ومرات 12,000 و16,000 هكذا. لكن عندما نزلت قليت ل3,000 أو أقل، قلت لكم رجع المرض علي، فأنا خلص على أكثر من مرتين ثلاثة أنزل لهذا العدد ويرجع علي المرض، قلت خلص أنا لن أنزل عن ورد، لكن لأني كنت أنا تقريبا ب10,000، فقلت أفضل شيء إني أخذه هو ورد سيدنا أبو هريرة، أقل القليل يعني، أقل القليل هو عندي 12,000 بالاستغفار، والباقي وعندي أنا مرة سورة البقرة مرة واحدة كل يوم. شايف كيف أنا بتشتت بجاوبش على السؤال، لأنه أنا بشرح بشرح بشرح، بالآخر اللي بسمعني اللي عمال يسمعني عمال يخطط إنه يلزم الاستغفار. أول واحد اليوم إسه بسمعني بقول له لا تجمع سورة البقرة مع الاستغفار، إيش مع الاستغفار؟ 6 أشهر، 7 أشهر، 8 أشهر وأكثر، 30,000، 31، 35، استمر، لكن اقرأ في كتاب الله. بدك تصلي على رسول الله صلي، لكن ركز على الاستغفار. فبسمعني بتكلم على سورة البقرة بده يروح على سورة البقرة، لك يا عمي بالله عليك ما تاخذ سورة البقرة إسه عشان تستمر. الأمر بده دادي وحدي، مش كوم. اقبلوا النصيحة يا جماعة، فتحنا جروبات عشان نعلمكم، فدخلت هناك مشرفين ومشرفات صاروا بده يسووا يعني وكانهم يعني يريدوا أن يأخذوا الناس يلا على الحوقلة وعلى الصلاة على رسول الله والاستغفار وذكر الله. أنا مش عاجز، والله ماني عاجز إني أجيب مئات آلاف المشاهدات على الصلاة على رسول الله. أنا همي الأمة، والله إنه همي الأمة أن تنهض هذه الأمة، هذه الأمة ستنهض بالاستغفار وليس بشيء آخر. ما سورة البقرة، ليش سورة البقرة؟ لأنه في تدبير بسورة البقرة، في تدبير بسورة البقرة، في حكمة بسورة البقرة، في ربط على القلب بسورة البقرة، في فهم على مراد الله بسورة البقرة، في حفظ، في حفظ لمكتسباتك الدينية، في لأنه عشان ما تبيش هذا الذي اكتسبته من استغفارك في عرض قليل تيجي عليك انتكاسة هيك وتبيع كل الدين وتقول يا عمي أنا مش ظابطة معي، فبتقع بالملذات الحرام كمان مرة، ولا ربما قرض ربوي، ولا ربما ترجع للتدخين، ولا ربما تتساهل فتنتكس وتذهب. لكن مع سورة البقرة كما بينت بأقفالها الأربعة، فعشان أول إشي نعيش، لأنه لو أنه الكلام هيك جميل نتكلم يلا 30,000 استغفار مع مرة واحدة، احنا ما هدفنا نطرد شيطان من البيت فقط. انت بتعملني وكني محملك اكثر من طاقتك، لا انت عمال تحمل لحالك. فبالنسبه للجروبات عشان ما انسى، انا انشات جروبين جداد للمشارقه والمغاربه، بهمنيش مين بيدخل وين، ولكن على الواتساب للنساء فقط، وسنطلب من النساء الذين في بعض النساء موجودات على الجروبات الرجال ان ينتقلوا كلهم الى جروبات الواتساب للنساء، وباقي الجروبات سيتم إغلاقها كلياتها سيتم إغلاقها هناك في جروب ممتلئ للنساء، هذا سيبقى كما هو. التليجرام سيبقى كما هو، جروبات التليجرام وقنوات التليجرام ستبقى كما هي، لكن الواتساب سيتغير، الواتساب سيتغير، سنجمع الناس والمشرفين والمشرفات كمان، راح نعمل تنظيم أكبر، وكل مشرف ومشرفة لا يحق له أن يفتح جروب خاص به، لا يحق له، لأنه بدي يأتي بكلام من غير بلغ عني ولو آية، وينشر عنده ويضيف من هنا ويضيف من هناك ويخرب الأمور، وبالآخر يقول محمد حجازي. أنا لا أقبل هذا الكلام، لا ينشر في جروباتي إلا ما أقول، لا ينشر في جروباتي إلا ما أقول. ليش؟ إحنا نعيش آية، إحنا مش منا نعرف شو معنى حديث رسول الله من لزم الاستغفار،
طب أنا ما عرفتش كنت أعرف قديش لازم الاستغفار حتى أدين الله إني عشت الاستغفار فلزمته فقطفت ثماره فعلمته للناس فقطفوا ثماره ولا زالوا يقطفوا ثماره إلى يومنا هذا. وتكلمت عن سورة البقرة 4 مرات وكيف أنها تشلح السقطات بفضل الله، لكن في ناس هناك تهجم على سورة البقرة والاستغفار معا، ما بيبقى عندهم وقت. نعم هيك الاندفاعي شوي شوي عني شوي شوي. يا جماعة يقبلوا النصيحة، فكل جروبات كل جروبات اللي هي خارج عن بلغ عني ولا آية أنا مش مسؤول عنها ولا تمثلني بشيء، ولا أقبل إنه كمان ينشر كلامي. ليش؟ لأنه سيأتوا بكلام فلان وكلامي وكلام فلان وكلام فلان وكلام فلان، بخربطوا الناس، بيجمعوا عليهم معلومات، ببطلوا يعرفوا وين رايحين. فبرجاء أنا إذا بده واحد يفتح قناة وعاش بلغ آية عنده علم يخرج إلى قناة مسؤول أمام الله. أما جروبات تجمع وتبدأ تطرح وتعطي أسئلة وأجوبة فأنت أخي مسؤول أمام الله، ثم تنسب هذه الجروبات لمحمد حجازي، أنا لا أقبل هذا الكلام، لا أنا لا أقبل. حتى هناك يعني في كثير من المسائل يعني بتمشكل على المشرفين فيبعثوا لي إياها، يعني المشرفين عندي لا زال عندي النقص في المعلومات عن سورة البقرة والاستغفار، فكيف تفتح أنت جروب؟ كيف؟ جديد عهد معانا، في هناك أخوات جديدات عهد معانا فتحوا جروبات بأي حق؟ يعني لا أدري صراحة شو الموضوع. الموضوع إني أنا يكون عندي مجموعة لي، مش هيك الموضوع. الموضوع إنك تفهم الناس صح. والله أنا لا أقبل يعني مشايخ كبار يكونوا معي لأنه ما عاشوا، إلا إذا عاش. مشايخ أكبر مني بكثير ما بقبل يكونوا معي في بلغني والآية حتى يعيشوا ويقطفوا. شو بده يعلموا؟ من ياب يعلموا، من يعلموا الناس في ذيل الأمم. عشان يعلم لازم يعيش، لازم يقطف ويخرج يتكلم فيما وجد. أما أنه يعلم لأنه هو متعلم، لا يا أخي أنت مش متعلم بها بلغني ولا آية، أنت متعلم فقه وشريعة، أنت ما عشت حتى يعلمك الله. فهذا نقطة مش فيها تكبر والعياذ بالله. ما بينفع تعلمني إشي أنت بالأصل مش عارفه، تأتي لي في حديث، بل الحديث موجودة ومن زمان موجودة ولا زالت موجودة ستبقى إلى يوم الساعة هذه الأحاديث، لكن كيف نطبقها انت بتعرفش. انت بتنظر وبتخرب على أمة الإسلام وخربت في الماضي. نعم هناك من يتطاول ولا يستحي من الله، لا يستحي من الله والله، ويتكلم عن الاستغفار وكأنه يعيش الاستغفار وكأنه ابن تيمية. نعم وكأنه ابن تيمية أو أبو هريرة، يعني عاش الاستغفار فوجد ما وجد وخرج ودون وتكلم عن الاستغفار بملئه فيه. نعم لمن عاش الاستغفار ولزم الاستغفار وجنى ثمار الاستغفار يحق له أن يتكلم بالليل والنهار. أما ناس عندها 1,000,000 ذنب اليوم بتقول استغفر 3 يكفي، أو سيد الاستغفار هل يمحي سيد الاستغفار إذا طلقت أنا رجل من زوجته بكلمة أنا زدت له إياها زوجتك زاني أنا شفتها بتزني يروح يطلقها وأنا ما لا شفته ولا عملت ولا شيء؟ هل بنفع أني أنا أقول السيد الاستغفار بغفر لي ربي؟ شو الكلام هذا؟ هذا إذا أنت أخرت صلاة وتبت هذا بنفع سيد الاستغفار. أما أنت دمرت بين اثنين، أنت شهدت شهادة زور، سجنت فلان، دخل السجن سنة سنتين، هذا سيد الاستغفار بنفع ما؟ لو رديت ظليت تردد سيد الاستغفار كل حياتك. الموضوع هنا انك انت بدك تنتهي اول شيء ثم تبني لك رصيد لما يلاقيك هذا الذي سبيته وعملت الافعال فيه، يكون عندك رصيد ترده يوم القيامة بحديث المفلس. والله ان قصص كنت اتكلم عن موضوع الطاقة. فيا أختي الكريمة، الهجوم هو متوقع، هجوم الشياطين، علينا أن نتحصن. وقلنا أن نعيش الاستغفار، بما أنك أخذت الاستغفار وسورة البقرة 4 مرات فخلي اجعلي لك استغفار لو 10,000 لكن سورة البقرة استمر فيها 4 مرات. نعم ستزيد المشاكل، نعم هذا معروف تكلمنا عليه يمكن أكثر من 100 درس،
ما في درس اتكلمت فيه عن سورة البقرة اللي فيها تقريبا 500 درس إلا قلت فيه هجوم للشياطين. أنت كنت عايش بأمان مع هاي الشياطين، مطعمهن ومسقيهن، وانقلبت عليهم، هجموا عليك، يريدوا أن يخلصوا لأنك بدك تحرقهن في سورة البقرة 4 مرات. وصلت؟ يا إما بتستمر وبتتحصن، عليك أن تستمر بكل قوة وتتحصن، وسيكون أمرك إلى خير إن شاء الله. في تحصينات دائما ننزلها، اقرأ التعليق، في كلام أنا يعني تكلمت فيه. وهون إن شاء الله التحصينات بتساعدك، لأنه في تعليمات والتحصينات بتساعدك أنك أنت تخفف وطأة هذا الهجوم. ثم تكلم مع أهل بيتك، قل لهم يا أمي بصير هجوم للشياطين، بدنا نصير نتناقر ويصير مشاكل، قلهن مدة بسيطة إن شاء الله، لا ربما مرات شهر، مرات أقل، مرات هيك، مرات تيجي بتسكت أسبوع بتعود تعيد أسبوعين وهكذا. الأمر مش مستتب يعني هجوم هجوم، يمكن هجوم أسبوع ثم ينقص، ثم بتغلط لك غلطة ثم يرجع هكذا، وسيستمر في بعض الأحيان. لكن أهم شيء أن نشلح السقطات وتترتب أولوياتنا. نعم تترتب أولوياتنا. فإحنا موضوعنا إنه إحنا نقبل التعليمات اللي بنزلها أخوكم أبو محمد حجازي، وهذه التعليمات أنا بوصلها للمشرفين. المشرفين ما في معهم صلاحية أن يبلغوا أكثر من آيتين، ما في معهم، بدوا يشتغلوا مشرفين في معنا فبيبلغوا آيتين، استغفار وسورة البقرة. والله عشت الصلاة على رسول الله، وعشت الركض على صلاة 40 يوم في تكبيرة الإحرام الأولى، من صلى الله 40 يوما في كل الصلوات في تكبيرة الإحرام الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، عشتها 3 مرات هذا الأمر، مش مرة واحدة، والحمد كله لله والفضل كل لله. فالموضوع ليس اليوم إحنا أمة أساءت الأدب إلى الله، علينا نستغفر، وعشان نحافظ على هذا الاستغفار ونفهم شو اللي بيصير حوالينا علينا بسورة البقرة. بعدين صلي على رسول الله كما تشاء، لكن ما تعلم الناس إسا الآن يا مشرف هذا الكلام، هذا الكلام إن أنا اليوم لازم أنا يعني أشعر إني تغيرت جذري، أشعر إني أنا عبد لله، أشعر إن الله معي، مش كل يوم، يوم أنا علي هجوم شياطين وثاني يوم أمطر الله السماء، يوم أنا لماذا حصل هذا؟ أنت بعدك قيد الإعداد يا أخي. عندما يستقر أمرك وتصير ما شاء الله عليك وتمشي سنة سنتين ثلاثة، كل يوم بيزداد الواحد علم، عندما تصبح ما شاء الله عليك تخرج للناس. أما هيك يعني أنا عم بلغ أهلك إنه الله بيفتح، الله بيعطي، طب جيبين على الجروبات، طب ليش أنت بتكش تستسلم إنه في عنا الناس عاشت مع سورة البقرة 16 سنة، أختنا أم رفيدة عاشت مع سورة البقرة، ما الناس بتطلع اقرون من للإخوة يعني. بتعرف أنا مرات عشان ننزل لك هذا الدرس أنا بقدر أنزله بدون أسمع ولا قصة، والله لا أسمع ولا قصة. طب أنا بأخذ معي كل اليوم أنا أسمع لكلامكم من المشرفين من المتابعين، أقرأ التعليقات، في عندي ورديس المصباح الفيدي في كل الوقت الحمد لله رب العالمين، هاي 14800 استغفار مما عقدت العزم إني أزيد ل 12000، هيا صرنا نوصل 17 18 20 ألف بفضل الله. عشان هيك الله بده إياك تكثر، يعني من لزم الاستغفار والذكر لله كثيرا. اقبل النصيحة وامشي على 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 ترتيب بلغ عني ولو آية، ستصل مواصلة الناس. مستعجل تفتح جروب؟ يعني كيف يعني تفتح جروب وانت بتعرفش بدك تجيب من هون ومن هون؟ يعني في واحدة بتكتب لي بالتعليق انا نزلت كلام عن الاستغفار فازالوا الكلام يعني ورابط للشيخ، ازالوا الرابط وانا خرجت. ما تخرجي، مين اللي قال لك انه بلغ عني ولو آية تستقبل اي رابط لاي شخص؟ لا نستقبل إلا من عاش الاستغفار. نعم أخونا محمد إبراهيم السوداني ما عنده قناة، وهو عاش، هو كان عنده قناة وعاش الاستغفار ولازم الاستغفار ويتكلم عن حجازي، مش لأنه حجازي، لأنه عاش طريقة حجازي إنه إحنا بدنا نلزم الاستغفار، فلزم الاستغفار بثلاثين ألف استغفار وأربع مرات سورة البقرة، هو عاشها. أنا لا أقول لكم أن تعيشوا ما عاش أخونا محمد إبراهيم السوداني، أن جمع بينهما وعنده وقت
حب الأمر واشتغل، وبعد 13 يوم الله رزقه ب$6,000 من حيث لا يحتسب. طب انت استمر. في ناس الله يريد أن يعدها لتبلغ آية، يعدها فبيبقى العطاء يعني أخاف في مشاكل أكثر، فالله بيعده عشان لما يصير في مشكلة مع أحد المتابعين أو أحد المسلمين بقول له نعم أنا عشت هذا الأمر. أما إذا يعني منا من دينه هش فبساعة الله يعني بيمشي له أموره. لا حول ولا قوة إلا بالله. فكمان مرة اقبلوا النصيحة لجروبات فتحناها أساس نرشدكم، وإذا استعصى للمشرفين شيء جاءوا إلي، جاءوا إلي والقرار يعود بفضل الله كله لي، يعني أنا صاحب الأمر بفضل الله والأمر كله لله. والله أنا لا أزكي نفسي بشيء، لكن الله جل في علاه فتح وهذه الرسائل التي تصل، وأنا دائما بفضل الله أسأل الله الثبات وأن يعطينا ويفتح علينا. وهمي والله هو هذه الأمة أن تنهض. يعني عندما أنظر إلى أنهم يدوسوا رقابنا أعرف أنها الذنوب مش قوي، لا والله أقسم بالله ما هي قوتهم، بل الله قواهم علينا. أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، ليس قوتهم بل الله قواهم علينا تأديبا لنا. نحن ادعينا معرفة الله ومحبة الله، نحن نبغض بعضنا البعض، نكره بعضنا البعض، نحسد بعضنا البعض، نحن ممثلون، نحن نبكي على ما يقصف هنا وهناك، ولكن والله لو كان معانا لقصفنا إخوتنا، يعني إمك وأبوك تقصفهم. خليك عيش حقيقة الله ينظر إليك، تعامل مع الله، تعاملش معي أنا بتغطي علي، أنا بتكذب علي، بصدقك إذا كذبت علي، مع الله ما بيمشي هذا الكلام. مع الله عيش مع الله، بدك تبلغ آية فتحت لك مجال تيجي تدخل على الجروبات وتعيش الآية. والجروبات ما فتحناها عشان الدردشة يا جماعة، مين اللي قال أنا فتحت الجروبات عشان الدردشة؟ أنا فتحت الجروبات إذا أنت عندك مشكلة، صار معك مشكلة، هجوم شياطين، صار أي شيء، فحطيت التعليق في القناة ما شفته أنا لكثرة التعليق، هناك في 1200 وشوي حلقة، فناس بتدخل على الحلقة الأولى وناس على حلقة 500 وناس على 600 وناس على 900 وناس على آخر حلقة بتدخلوا على الحلقات، فبكتبوا تعليق. أنا لا أرى كل هذه التعليق. الماسنجر الماسنجر يمكن تصلي سنة مش فايت على الماسنجر يا جماعة. اتركوا رسائلكم المهمة عند المشرفين، عشان هيك بقول لك خليك مع المشرفين والمشرفين يأتوا بأخبارك عندي. إذا في أشياء خفيفين بيعطوك الجواب، إني عاشوا مفهوم في إن من عاش ويريد أن يبلغ ويبذل الجهد ويبذل الوقت ليعطي، فيأتي من هو يريد. من أنت؟ عيب، عيب من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني جزاء الله خير أختنا أم رفيدة، والله إنها بتتعب بارك الله فيها، وهي من أوائل من فتحوا الجروبات. ليش يعني بدك؟ أنا إحنا لا نزكيك ولا نزكي أنفسنا، إحنا ولا شيء، لا إحنا ولا أم رفيدة ولا حدا في الجروبات ولا شيء. اعمل مع الله لله. يعني إذا أنت روحت، أنا لا يعني مش إحنا بنتربح من هاي الجروبات على أساس هيك بنياتك تيجي هنا على الجروبات. أنت تأتي على الجروبات ثم إن المتابعين، يعني المتابعين الذين في قناة بلغوا عن الوعية. أخي الكريم لا تأخذ معلوماتك من العامة الناس اللي هي عمال تبحث مثلك، لا تأخذ، أفضل إنك ما تأخذ الجواب منهن من إنك تأخذ الجواب وتشتغل غلط وبعدين ترمي كل شيء وراء ظهرك. يعني أنا شفت يعني تعليق واحد بتسأل نسيت شو هو الموضوع يعني، ولكن ماذا هذا التعجيز اللي حطته؟ يعني جاوبتها صيام اثنين وخميس وقيام الليل وقراءة سورة البقرة بسرعة كم من مرة واستغفار 30,000 استغفار والحوقلة والصلاة على رسول الله وا وا وا، يعني واحد بده جمعة تخلص هذا الورد. لا تسمعوا للمتابعين، المتابعين مثلكم مثلهم
والله بالاستغفار، وانت عمال تستنى بالجواب بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله اكثر، سياتيك جواب من عند الله، ستراه بام عينك الجواب، وكان حلقه تاتي امامك، او فلان يقول لك اعمل كذا. مش من المتابعين، لا تاخذ علمك من الناس اللي بتبحث عن خلاصها. اذا عيننا بعض المشرفين فلانهم اصحاب قصص ليساعدوك لدرجه معينه، مش لكل الدرجات. ما استعصى عليهم ياتوا به الي، وانا ولا شيء، الله فتح علي. ايش اقول لك؟ ايش اقول لك؟ لا نزكي انفسنا، لكن ما بينفع انك انت تخرج. انا قطفت ثمار ال 2015 كلها بال 2015، الرزق، مال، انقضى علي دين اكثر من 80,000 دولار، لكن كان في تدريج فيه، كما قال الله يمددكم باموال وبنين، وجاء البنين الذين يعني كان في تعطيل سعر كسر ظهري. نعم، الترتيب الذي في سورة نوح انا قطفته، ثم انتكست بإني نسب فضل هذا العمل الاستغفار وقراءة القرآن وكل هاي العباد اللي عملتها والدروس اللي كنت أعطيها بالمسجد، قلت اجتهادي، فأنا نسف الله كل شيء، أو لربما عدني الله إلى هذه المرحلة وتركت كل شيء خلاص، رجعت عادي، إنسان عادي، ولا في استغفار وقراءة سورة والقرآن. كنت أقرأ آية، قلت لكم آية وحدي عشان ما أهجرش، هذا الهجر اللي بدي اسبيه لي، اني افتح كتاب الله. ولو كنت بدي انام، كنت بدي انام وناسي اني افتح كتاب الله، اقوم من نومي واروح افتح كتاب الله واقول يا رب ان شاء الله بتيجي ايام جميلة وبصير اقرأ قرآن اكثر. وفتح الله علينا بسورة البقرة والحمد لله رب العالمين. كل اللي بدي اقول لك اياه، بدك 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 طريق السعادة، الزم الاستغفار، تابعنا تابعنا، خذ المعلومة مني يا أخي، خذ المعلومة مني. نعم، لكن لا تكثر علي أسئلة. أنت واحد في ناس تسجيلات صوتية، تسجيلات يا عمي قديش تسمع تسجيلات صوتية يا عمي؟ في 600,000 متابع، قديش تسمع تسجيلات صوتية؟ كم؟ لما أنت كل مشكلة بتواجهك استغفر الله عليها، كما قال ابن تيمية، ستنحل بدون ما تصل إلى الجواب مني. قبل ما جاوبك سيحلها الله لك، انت فقط الزم الاستغفار. لو انت تموت اتعب اتعب، نعم هذا لسانك خليه يتعب يهلك وهو يستغفر، اهلكه بالاستغفار سيرضيك الله فيه بالآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. 99% من الأسئلة اللي بتدور براسك بالاستغفار سبحان الله ستتبخر. تفهم؟ تقبل النصيحة؟ ولا إذا واحد بيعرض عليك كمان الصلاة على رسول الله بتفكر يعني إذا أخذت أكثر الصلاة على رسول الله والاستغفار وسورة البقرة وعدت كل هاي الأشياء إنه أنت يعني لازم تعرف الله في مراحل؟ إذا الرسول عليه الصلاة والسلام خير معلم في هذه الدنيا، علم أصحابه التوحيد 13 سنة، انت بدك اياه بيوم تتعلموا هذا التوحيد؟ الدروس طويلة، حتى الصحابة كانوا اذا تركوا رسول الله قال يقول يعني نافق ابو بكر ونافق حنظلة. نعم كانوا اذا اشتغلوا هيك بامور الدنيا مع زوجاتهم مع اولادهم هيك يعني يبتعدوا عن الجو الايماني الذي كان مع رسول الله، فيقولوا نافقها، يظنوا انهم نافقوا. فيا أخي لا تجعل الشيطان كمان إنك أنت يوسوس لك إنك أنت تذكر الله وتستغفر وتائب، في هجوم للشياطين أكيد، في أنت كنت كانوا معششين فيك، عايشين فيك وفي بيتك، بيكلين وشاربين معك، انقلبت عليهم، بدك تحرقهم، بدك تطردهم، يعني شبههم بالقطط التي تعيش حولك. في عندنا قطط والله ما بتعرف تخلص منهن، مش الا انت ربيتني يعني اني موجودين في حوش البيت وبوكلوا، انت بتحط لهن اكل من هنا ومن هناك، والله ما تشوف ما تعمل مش راح تخلص منهن، لكن اتقي شرهم
فهي الشياطين يعني ستخرج خارج البيت وتنتظر سعة الانقضاض عليك. فخليك متحصن، خليك على ذكر، خليك قريب، خليك على وضوء، خليك ذاكر لله وكن من عباد الله، خليك مستغفر بالليل والنهار. لما انت الله بيفتح عليك بعدين تخذ سورة البقرة، نعم اختم القرآن ما قلت لك لا، صلي على رسول الله بورد عادي، مش تأخذ انك انت بتثقل على نفسك. في اشي اسمه اساسي، الاستغفار الاساسي، مفهوم؟ يعني الاستغفار لا انزل عن ورد، لازم يكون عندك 30,000. ممكن بعد سنة سنتين ممكن بعد سنة خذ الاستغفار، اطلع يا اخي بلغ آية دكتوراه فيه، شو بدك؟ مش بتبحث عن مال، بتبحث عز كرامي، ولاد، زواج، شو بدك؟ استغفار. سورة البقرة ما شفتني من شيء يا جماعة، سورة البقرة ما شفتني ولا من شيء. نعم انت بتتقيأ الاصحار، ولكن الاصحار يعني انت لما بالاستغفار، انا كمان تركت كل شيء انتهى مني، لكن الامراض التي كانت معي من 28/9/2019 الى 2022 رمضان، في امراض كانت ملازمتني مع سورة البقرة، وانا قرأت سورة البقرة 4 مرات وثلاث مرات ومرتين ومرة، لكن لما جمعت بعد رمضان 2022 استغفار مع سورة البقرة، يعني الشفاء جاء من الاستغفار مش من سورة البقرة، والمال جاء من سورة الاستغفار مش من سورة البقرة. سورة البقرة جاءت منها القناة، جاء منها العلم، سورة البقرة جاءت منها حكمة، عطاء، توفيق من الله، سداد رأي، نعم عقل، تدبير، فهم، مفهوم الرزق، مفهوم التوكل، حسن التوكل، إيمانيات، روحانيات، جاءت من سورة البقرة. قلنا الاستغفار، خذ الدنيا كلها بأموالها وأرزاقها وأراضيها وقوتها، كن كذو القرنين، لكن سورة البقرة بدك تكون الحكيم العلي، يعني مش أنت الحكيم، يعني ناش أعوذ بالله مش طرجيم، حكمة، علم، فهم، واتقوا الله، تقوى، رزق، مفهوم رزق. طب وحدي وحدي ما بينفع تاخذ مع بعض. الدكتوراه بدي أبلش بالدكتوراه، بينفع يا أخ؟ بدي أبلش بالدكتوراه وانزل للصف الأول ابتدائي، شو رأيك؟ تزبط؟ أنت هيك بتعمل وتنتكس بعد 4 أشهر وستة أشهر، تنتكس، لأنك أنت ما أسست الإشي على إشي صحيح. إحنا جماعة نسيء بالليل والنهار، وعشان إحنا الله يغفر لنا ويسمحنا ويفتح لنا أبواب الخزائن، هذه الخزائن والعلم وكل شيء، لازم نستغفر وتكثر وتبحر، ولا تسمع ولا لأي واحد ولا لأي شيخ مش عايش الاستغفار، ولا لأي شيخ مش عايش الاستغفار. نقطة، الموضوع ما فيهوش كبر، الموضوع فيه اعطيني ماذا وجدت. احنا صلنا 100 سنة مننظر، والله بيعاقبنا بهذا التفلت الذي نعيشه، عرفنا أوامر الله ولا نعرف الله. جميل، طيب كيف يستجيب الله؟ لماذا لا يستجيب الله؟ انت في بلاء، كل كلام، آيات صريحة، حديث صحيحة، اعمل كذا تجد كذا. طيب ليش؟ بينا من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه. هذا يوما ما فريضة، ما انتهت بالصلاة والصيام والحج والزكاة، انتهت في الأخلاق. هون بتيجي دور سورة البقرة، الأخلاق، شان انت لا تتجاوز، انت بتعمل النوافل وبتفكر حالك وصلت، فيش وصول، ما في وصول، ما بتصلش لشيء، لأنه لسانك بذيء وظنك عاطل وانت حاقد وانت حاسد. بس هي من أفعال سورة البقرة هي اللي بتساوي تنظيفات، أخذها بالبداية. لا يا أخي، اقبل النصيحة
والله ما كان الترتيب الذي عيشني الله إياه من 2015 إلى 2022 إلى 2019 إلى 2022 إلا الله أراده هكذا. عشان نفهم شو معنى استغفار، بعدين نفهم شو معنى سورة البقرة لوحدها، بعدين نفهم شو معنى سورة البقرة مع الاستغفار معنا. أنت أجيت بدك تأخذ كل شيء. وبدأت، لو بدي أفتح كلام أنا عن الصلاة على رسول الله، أنا بعرف أنه راح يصير ملايين المتابعين، الناس بتدروش الدروش. هذه أمة لازم تنهض، ستنهض بالاستغفار، لن تنهض ولا بشيء آخر غير بالاستغفار. لو حفظنا كلياتنا كتاب الله، وأنا عند كلامي، أنا عند كلامي ليه؟ الله لا يعذب فقط المستغفر. وأخونا إدريس من المغرب عاش حافظ كتاب الله ويمكن حفظه، لكن كان غرقان في الديون وأولاده أمورهم معطلة وما خلى ولا ترك، وكان عنده قرض ربوي وحافظ كتاب الله. طيب لماذا عندما لزم الاستغفار الله فتح عليه وقال الاستغفار؟ ما فتح الله لي بالاستغفار لم يفتح عليه في القرآن، هذا كلامه. عندما قال الاستغفار درب مليء في المسرات، طريق مليء بالمفاجآت، لماذا؟ ما فتح الله عليه بالاستغفار لم يفتح عليه في القرآن. هو واحد وكان واحد، اليوم في عندنا مئات من حفظ الكتاب الله بدونه وراحوا على الطاقة كمان، ما وجدوا شيء في الإسلام، وجدوا أنه بيحفظوا أحاديث بيحفظوا القرآن وفيش شيء، ملكاش شيء بالدنيا، خلي الغرب بيدعس على رقبتك ويقصها كمان. أنا خايف هاي الكلمة اليوتيوب ما تطلعهاش. فإحنا إن شاء الله اقبلوا النصيحة، ابدأوا بالاستغفار بعدين سورة البقرة. وإذا أخذت فيه هجمات تحصن أخي الكريم وشد حالك، أنت أخذت حالك على الكثير خليك في الكثير، أنت دخلت حالك هناك خليك في الكثير، هي الفترة ستتجاوزها إن شاء الله، لكن عشان تحافظ على مكتسباتك بدك بعدين، يعني مش هو مكتسباتك، لازم تقطف ثمار. انت عملتها اوراد، عملتها سورة البقرة، ورد سورة البقرة، ورد الاستغفار، انت ما عشت آية، قلنا لك بلغ عني ولو آية، والله يريدها بلغ عني ولو آية. ليش؟ عشان تصير في حقيقة للإيمان، عشان انت تعرف الله من خلال هذه الآية، عشان ما تتفلت، عشان الله بده يعطيك أشياء وتخاف عليها، إذا ذبت بتروح منك، اليوم كل شيء رايح منك، فأنت مش خايف من إشي. أنت بدأت تبحث في علوم الطاقة، أنا إلي كلام كبير بعلوم الطاقة هذه الكفرية، دخلوا لأنه ما وجدوا في الإسلام شيء، نعم، ولا يزالوا ينظرون كثير من المشايخ ثبت ولم يثبت، وهناك أصحاب منابر لا يستحوا من الله، يخوض بكلام لا يعرفه، ما عاشوا على واه، بس يروحوا إذا بدهم ليش يسمعوا لي يقرأوا كتب ابن تيمية في الاستغفار، في باب الاستغفار ماذا وجد بابن تيمية، ويحملون ويحمل الجد، مش يروحوا يتعلمون شو قال ابن تيمية، روح يعيشوا ماذا قال ابن تيمية، لا تعلمني شيء ما عشته يا شيخ، لا تعلمني، ما بدي علمك هذا، علمني ماذا عشت، ماذا طبقت، ماذا وجدت. الله قال فاستغفر ربك وإنه كان غفار، يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بدي مال، بدي اتزوج، بدي عمر، بدي اخلص للبلاد، بديش اضلني انا اركض، بديش اهاجر الى بلاد الغرب عشان اجيب شوية فلوس، بلادنا غنية، عطلت الغنى الذنوب، بنلزم الاستغفار ونتوب من هذه الذنوب، الله بغير الاحوال. والجروبات ان شاء الله سيتم اغلاق كل الجروبات التي هي يعني هنا وهناك، ونجمع كل الاخوة والاخوات، طبعا جروبات النساء سيكونوا في جروبات النساء، والرجال للرجال، ونعين مشرفين من جديد، وكل المشرفات إن شاء الله سيكون لهم دور، لكن الملكية ستكون لي أنا المالك، وبارك الله فيكم عشان ما حداش يأخذ جروب ويذهب فيه، وأنا مش مسؤول عن كل جروب بروح بده يعمل شو بده ثم يأتي بكلامي وكلام هنا وهناك وهناك،
بس للتضليل، انتم بتضللوا، انتم لا تريدوا ان تخرجوا، انتم بتكون في ناس بدها دردشه، انا مش فاتح جروبات للدردشه، عندك سؤال بتطرحه وتخرج تمسك مسبحتك وتستغفر بالليل والنهار، تطرح السؤال تنتظر الجواب. اما تجلس هون كلام وكلام 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 وكلام، ما استغفرتش شيء، انت ما استفدتش. حياكم الله وبارك الله فيكم، وانشروا هذا الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.